محمد رمضان يتسبب في جدل واسع بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية. حصل الفنان المصري محمد رمضان على لقب سفير الشباب العربي وتم تكريمه في بيروت بلبنان، وقال ان هذا التكريم يحفزه على تقديم المزيد من الاعمال المتميزة. ونشر محمد رمضان كلمته اثناء التكريم عبر انستجرام قائلا: الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية وبعشق مهنتي وفهمها كويس جدا، ولذلك دوري ان جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها. وقدم شكر لوزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني لمنح الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، كما شكر المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحه لقب سفير الشباب العربي. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.